السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشوف مع بعض دلوقتي زغلولين افريكان اول. الزغلولين دول لازم ياكلوا بالليل علشان هما في مرحلة التخشين. الحضان ما بيعرفش يخشن لهم لان عظمهم عريض، فلازم اتدخل في اليومين دول اللي هما بيكون الخشن جديد على مفهومهم، بيبتدوا ان هما ما يقدروش يبلعوه، يخافوا من بلعه او ما بيعرفوش يبلعوا بسبب ان حلقهم ضيق. ده خصوصا للعظم اللي هو العظم الصغير او العظم اللي هو العريض، زي الصوافات، زي حاجات كتيرة اللي تكون شدقها عريض وضيق. هنشوف مع بعض الزغلولين دول ونرجع لبعض تاني. بس قبل ما نرجع لبعض اتمنى انك تعمل لايك للفيديو، متنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. دول زغلولين افريكان اول تحت الحضان. الساعة دلوقتي تقريبا 11 بالليل. انا اصريت ان انا اعمل الفيديو ده دلوقتي علشان تشوفوا معايا. الزغلولين دول كانوا بيلبنوا من يوم. النهارده ابتدوا عايزين خشن، او وقتهم وقت الحضان ده بيطلع الخشن من معدته، ما بيطلعش حاجات ناعمه، بيطلع حبوب. طيب الزغاليل دي ما كلتش النهارده خالص، يعني انا قصدت ان انا افضل اخليهم لحد بالليل عشان اشوف كلوا ولا لا ونصورهم مع بعض. ما كلوش. ليه ما كلوش؟ تعالوا نشوف كده مع بعض. انا مش عايز امسكه في ايدي عشان ايه الدنيا ساقعه. بص الزغلول ما شاء الله عظمه ايه، عريض، حلقه ضيق، ما بيقدرش يبلع الايه الحبوب اللي هو الخشنه، زي الذره العويجه، زي العدس، زي البسله، زي الكلام ده كله، لان الحضان بيطلعها حبوب كبيره مش مكسره ولا ناعمه. الزغلول ده او الزغلولين دول لو كانوا قعدوا لحد الصبح او العصر من غير ما ياكلوا كانوا هيبتدوا يكونوا تعبانين. ده ممكن كمان اصحى الصبح الاقي زغلول منهم ميت بسبب السقعه. يعني الدنيا ساقعه دلوقتي، هو الزغلول التاني اخوه اهو نفس الكلام، الدنيا ساقعه دلوقتي، نسبه الحرق بتاعه الحمام اكتر من نسبه حرق بتاعتنا كتير. يعني هو عايز اكل اكتر من كده، عايز اكل مره واثنين وثلاثه، ده الزغاليل. فانا لازم ايه ااكلهم وجبه بالليل اضافيه قبل ما يناموا او قبل ما انا انام خصوصا. هي متعبه شويه طبعا ان انت تطلع في الدفا ده للحمام او تدخل للحمام، بس لو ما كنتش او مش هطلع لهم مش هلاقيهم الصبح، هلاقيهم ميتين او لا اصل هم ماتوا بسبب مش عارف ايه، تعبوا مش عارف ايه، لا هي بسبب السقعه والجوع. فهم لو كلوا دلوقتي هيكونوا دافيانين، بص عايزين ياكلوا، لو هم دافيانين للصبح هيكملوا، انما لو صحي الصبح مرهقين مش شبعانين، ان يعني هم الصبح هيصحوا ما عندهمش باور والحضان لسه هيديهم خشن وهم مش هيعرفوا ياكلوه، فممكن واحد يلقط حبايتين ثلاثه، ممكن التاني ما يلقطش. فاحنا هناكلهم مع بعض دلوقتي ونقفل عليهم. بس الخلاصه في ايه؟ الخلاصه ان انت لازم 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 ان انت تساعد الزغاليل في الشتاء ده بالليل عشان السقعه مميته للزغاليل. احاول بس اسند الموبايل ان ايه ناكلهم مع بعض. يعني انت التلات دقايق دول بصراحة يعني ايه هتحمي الزغاليل وتفرح بيهم بعد كده. هاكلهم اهو، معلش ايه زاد عليا شوية، المفروض ايه اقل من كده شوية ما يبقاش منفوخ قوي كده، بس عشان ايه السرنجة سرحت منه. ادي واحد زي ما قلنا كده، انا ايه بستخدم الجولدن ميكس اللي هو عليه اللوجو بتاع جروب جولدن ماركت اهو. ده كل كويس، هو كمان ان شاء الله يصحى الصبح او اصحى الصبح الاقيهم فيهم نشاط ان هم ايه ياكلوا من الحضان، لان احنا لو جينا بصينا الحضان هي ايه هيروح مدفيهم تاني زي ما كان عامل. بس دلوقتي بقوا شبعانين، هي دي الفكرة كلها. التلات دقايق اللي احنا اتكلمنا فيهم دول هما دول اللي انا قمت فتحت الموبايل صورت الفيديو عشان ايه الناس تشوفه. بس هو ده اللي هيفرق في عمر الزغلول. الزغلول اول ما يكون بيدبس كده بيبتدي يخش،
الخشانه لو الزغلول مستوى صعب وعظم عريض هيبقى صعب في التخشين، لازم ان انت تاكله اول يوم واتنين لحد ما تتاكد ان هو ابتدى بيخشن. يعني لو جينا بصينا على الزغلول الجعفري اللي احنا كنا بنشوفه في فيديو فات قبل كده، بص ما شاء الله عليه اهي ابتدى ايه يدبس، ابتدى خلاص ابتدى ياكل لوحده وعدى المرحله دي خلاص. ودول الزغلولين اللي احنا كنا ايه شرحينهم في فيديو قبل كده اللي كانوا تعبانين وعالجناهم وكانوا اصغر من كده كمان ومصورينهم. فهي الفكره لو مشيت واحده واحده هتطلع كل العظم الصعب وهتطلع كل الحمام الصعب ان شاء الله بسهوله، بس الموضوع مش عايز كسل ومش عايز ان انت تقول لا انا عارف، لا اتعلم من هنا ومن هنا ومن هنا، كلنا بنتعلم وكلنا بنفيد بعض. اتمنى ان الفيديو يعجبك، ولو عجبك الفيديو اتمنى ان انت تعمل لايك وتشترك في القناة عشان القناة لسه جديدة زي ما قلنا وعايزين نعمل لها دعم ان شاء الله يكون كويس، واشوفكم في فيديو جديد ومع السلامة.